نفسك يا ريت، فيه ايه مدلدقه كده ليه؟ ده انا مين؟ سعاده الباشا. معلش يا باشا، العتب على الناظر اللي ما شافك اجهاله. مقبوله منك يا بت. اسمعي، انا عايزك في حكايه كده. امر يا كبير. في عندي الليله دي سهره خصوصي الخصوصي، كنت محتاج حته طريه. وانا اجيبهم لك منين دول؟ انا والله لسه ما توبتش علشان اشتغل الشغلانه دي. يا بت انا عندي كتير كتير قوي، بس القعده ما تحلاش الا بيكي. طالما هم كتير كتير قوي في عين العدو، لازمتي انا ايه؟ انا عايزك. مزاج امي كده، عايزك. هتيجي ولا ربنا يكفينا شر؟ ولا هتيجي يعني؟ بقول لك ايه يا باشا، ما تقول لي فين والساعه كام وامتى؟ الليله دي الساعه 12 بالليل. ماشي بس اوكي. ايه بس اوكي؟ بس اوكي. ادي المفاتيح لأيوب يركب العربية. عيني. اس اوكي. اس اوكي. عم أيوب. افتح اللي ما يتسمع. الله. حكم القهوة بريزة. الراجل طلعت ايده طايلة قوي. مادة لحد السطح. راجل وسخ ديله نجس وصحيفة سوابقه مليانة لتمة عينها. حقك عليا يا بنتي. أني والله كنت رايد لك الخير. احنا اللي زينا يا عم أيوب ملوش الحق في أي حتة. احنا عاملين زي كلاب السكك، أخرنا نهب في اللي رايح واللي جاي. لو طوبة من إيد عيل صغير تهشنا تخلينا نجري لغاية ما نفسنا ينقطع. إيه دي؟ كلامك غريب أوي النهاردة يا غزال. ياه غزال. غزال اتفكت برايز يا عم أيوب. أنا نسيت الاسم ده من زمان. يا ريت تنساه انت كمان. انت ناوية تقولي لخلوصي على المشوار اللي انت رايحاه النهارده ده؟ لا هقوله ولا هروح. لا فهميني بقى، انت ناوية على ايه؟ اقول لك يا راجل يا طيب. قول. انا يا عم ايوب استحمل من الدنيا مرمطتها ومن الناس بهدلتها، لكن كله بمزاجي، انما بالغصب ده لا ممكن ابدا. اهو ده الحق اللي لا يمكن استحمله ولا اقبله حتى لو على قطع رقبتي. ايه اقولك بقى؟ الو. ايوه يا باشا، انا كنت عايزه ابلغ عن شقه مشبوهه. ايوه يا باشا، دول عندهم سهره وجايبين نسوان ورجاله واخر مليطه فوق بعضيهم، ده غير بقى الضرب اللي على ودنه. صاحب الشقه اسمه نيازي بيه. اعتبرني يا باشا فعله خير ولا مرشده؟ طبعا. هديلك الميعاد والعنوان كمان. بريزه فكه؟ ودي مين دي؟ مصيبه جديده واتحدفت على نافوخي. انت شفت السيدي بعينيك؟ هلس ومسخره. لو حد من اخواتي البنات يعرفوا حاجه عن الموضوع ده. لا لا هلس، ما ينفعش. ادوني انا اتفرج عليه. اديك ايه تتفرج؟ اتفرج على ايه وانا واخدك الملاهي؟ ده انت مع اخوك عكه سودة. وايه اللي يخليك تروح للي اسمها الامار دي؟ ما انا لو كنت اجلت يوم واحد كانت افتكرت ان انا خايف من ابن عمها، خصوصا انها خدت ميعاد من ابوها والراجل قاعد مستنيني. تقوم تروحي الواحات؟ الله، ده حب جامد بقى. انا مش في مشوار الواحات دلوقتي. ده ايوه. عامل ايه؟ ما انت لو خضعت ليهم هيستغلوا ده ويطبوا عليك كل يوم والتاني. ويا بتزوك. وده اللي انا قلقان منه. انت عارف انا لو اضمن ان هم ياخدوا الفلوس ويغوروا في 60 داهيه والله العظيم كنت خلصت. على فكره اللي اسمها عفه سالت عليك ومستحلفانك. عفة؟ ودي شفتها فين دي كمان؟ تعالي هنا معايا بقى وفهميني ربيع رجائي ايه اللي جابه هنا عندنا؟ ما انا بقى جايباكي عشان تعرفي وتعرفيني. نعم يا اختي. لا الزرة دي فيها حاجة صح؟ ارحمي نفسك بقى يا تينا، هو انت كل حاجة تاخديها على الحامي كده؟ مش جايز تبقى مصلحة؟ وبعدين احنا نكره ان واحد زي ده اصلا يعرف اخوكي؟ مصلحة ايه ونيلة ايه؟ انت يا بنت بتتكلمي في كلام كبير كده ليه؟
دماغك دي رايحه فين؟ دايما تروح شمال شمال بقى ولا يمين مش مهم، المهم المصلحه تتقضي. مصلحه ايه اللي تتقضي؟ انت عاجبك حال اخوكي؟ اخوكي بقاله يومين ما بينامش وعينيه كده فيها حاجه مش طبيعيه، هو قلقان من ايه؟ الله، مش عريسه على وش جواز يبقى لازم يقلق. بت انت بترصي كده ليه وبتعملي كده ليه؟ وازاي اصلا تتكلمي في المواضيع دي؟ ها، مش احسن ما اتكلم فيها مع حد غريب يا تينا؟ بس وبطلي ادب والله العظيم. خلاص خلاص بهزر بهزر، المهم بقى انزلي اعرفي الراجل ده عايز ايه بس، والنبي تيجي تقولي لي هيكون عايز ايه منين الراجل ده. انا مش عايز اكتر من كده، بنتي الوحيده يا دكتور بخاف عليها قوي، ولو انت ساعدتني في الموضوع ده هعتبره معروف وعمري ما هنساه. هو انت خايف على بنتك ولا خايف من المشاكل اللي هتسببها لك وانت داخل على انتخابات؟ ما تنساش يا دكتور ان المشاكل دي انت جزء منها. انا ماليش اي علاقه بيها، انا حتى لما هي جات لي قبل كده انا عارف انك انت طردتها، وانا عارف انها هي بتطردك. عارف؟ طب ما انت عارف جاي عايز مني ايه. في ناس صوروها وهي بتجري وراك في المستشفى وانت بتهرب منها، و هي كمان اتصورت على دي شوطها بقى. يعني ايه؟ هو في ناس تانية اتصورت؟ تبنى الى الله. كمل يا ريس. في ناس بيساوموني بفضيحة، وخصوصا بعد حكاية اعترافها في القضية بتاعتك. بص يا استاذ، المدام بتاعتك لما جات لي قلت لها انا ما بفضحش حد، ولما بنتك قالت وانت كذبت انا سكت. انا برضو ليا سمعتي وبخاف عليها، خصوصا اني هتجوز قريب. وبنتك؟ بنتي مريضه يا دكتور، وانا غلبت معاها. عفه مريضه؟ مريضه ازاي؟ واضح ان اعصابها تعبانه، وانا صحيت عنها وبشتغل في السياسه والانتخابات، واصبحت في وضع صعب قوي السيطره عليه، وعشان كده انا بلجأ لك. انا برضو مش فاهم انا ايه المطلوب مني. يعني عايزك تساعدني اني قفلت من الناس اللي بيساوموني بعلاقتها بيك. المرحلة دي انا ما اقدرش استحمل اي فضائح، واكيد انت مقدر يا دكتور. انا مقدر يا فندم، بس انا اعرف الناس دي منين؟ في ايه يا عمر؟ وداخل علي بالطريقة دي ليه؟ اما توصل بيك الوقاحة انك تتعامل اللي انت بتعمله ده، يبقى دي الطريقة اللي عاملك بيها يا عوني. لا 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 لا، انا لن اسمح انك تخرس خالص يا ديل الكلب. انت بتقول ايه؟ اخرس. حاضر. في ايه يا عمر؟ اتكلم. اسمع يا عوني، انا عدت لك كتير قوي وانت فاهم وانا فاهم، انما ما توصل بيك القذارة انك تروح تساوم راجل على صورة البنت معايا، يبقى انت جبت اخرك يا عوني. اكيد في حاجة غلط. انا كل انت لو ما تلمتش من ناحيتي وشلتني من دماغك، اقسم بالله اقسم بالله يا عوني لكن سجنك. مفهوم؟ ماشي. انا ما اعرفش حاجه، وطلب يقعدوا لوحدهم سبتهم. اللي نفسي اعرفه هو يعرفه منين اصلا؟ ما هو ده ابو البت اللي اخوكي كان بايت عندها في الليله اياها. انهي الليله دي اللي مش فاكر منها حاجه؟ ايوه هي الليله دي. اما حافظ ارجوك فهمني، اشمعنى يجيله دلوقتي بالذات؟ اشمعنى؟ ما هو عرف ان اخوك ناوي يسافر الواحات، ام حب يجي ويلحقه. يلحق ايه؟ هي بنته بايره ولا هو راجل قليل؟ بس البت بيني وبينك واقعه في اخوكي ودايبه. حول ولا قوه الا بالله. هو كده يا عمر دايما كل جوزه يطلع لك فيها عفريت. عفريت ايه؟ كفايه مشكله السي دي. ايه؟ سي دي؟ سي دي. سي دي ايه؟ انت قلت سي دي دلوقتي. انت اللي قلت. انا ما قلت سي دي. ايه؟ عم حافظ سي دي ايه؟ انا بقول سي دي. انت بتقول عليه؟ لا انت قلت سي دي. سي دي ايه؟ ايوه 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 صح، انا قلت سي دي صح. انا قلت سي دي. سي دي فين اللبن؟ اهو اللبن. سي دي اصل اخوكي كان عنده سي دي مهم جدا مهم جدا، وضاع منه وضاع منه، وبعدين هو قاعد يدور عليه مش لاقيه بقى. انا قلت لكم البت دي وشها نحس ما حد صدقني، وادي بشايرها. هيت بقى هيت هيت. وانا عكيت ولا ايه؟ عكيت. ده موبايله مقفول، هيكون نيشا اللي صار معاه. هل اعصابك بقت خفيفه ليه؟ الغايب حجة وياه. هو قال لي ان هيجي اليوم ويكون جرى له حاجه.